السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. مبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز النهارده والحصول على 3 نقط من المباراه المؤجله من ايسترن كومباني. مباراه النهارده كانت اداء ونتيجه، النادي الاهلي النهارده ابدع وامتع في اللقاء من نادي ايسترن كومباني. مش الخصم الثقيل، ولكن كانت مباراه كويسه، وكان النادي الاهلي محتاج اللي هو لازم يكسب النهارده علشان صراع الدوري ده اول حاجه. تاني حاجه يدي ثقه للاعيبه وللمدير الفني اللي هو الكابتن سامي قمصان، اللي يعني بالمناسبه عامل اداره النهارده المباراه سواء كاداره او تغييرات افضل ما يمكن. ده تديله دفعه قويه وثقه وهو داخل الماتش الجاي لاعب الزمالك في الدوري. مباراه النهارده كليا كان حتى بتفاصيلها كانت كويسه جدا النهارده، وتم ادارتها كويس من سامي قمصان. شفنا النادي الاهلي منذ فتره بعيده ما لعبش كره هجوميه النهارده، وكان بيروح ويضيع فرص وكلام من ده وبيسجل اهداف، فكانت مباراه كويسه جدا للنادي الاهلي النهارده. لازم نشيد باداء مصطفى شوبير، حارس واعد على الرغم من ناس كتير كانت بتقعد تنتقد فيه، ده ابن احمد شوبير ده دخل بالواسطه ده بتاع، لا تاني ماتش على التوالي لمصطفى شوبير بيثبت فعلا ان هو حارس كبير. شفناه النهارده ما شاء الله بيصد كور صعبه وسرعه رد فعله اصلا في الكور، وكمان بيلعب برجليه كويس جدا، فيعني المفروض ده يبقى هو الحارس الثاني في الفتره الجايه بعد محمد الشناوي، وكمان ممكن تديله فرص علشان تقدر تعتمد عليه في الفتره الجايه، لان انت مستقبل النادي الاهلي بيبقى من مستقبل قطاع الناشئين بتاعك. اللعيبه الناشئين بتاعتك لما بتديهم فرصه وبتثق فيهم ده اللي بيبني اسم النادي الاهلي، مش اللعيبه اللي بتشتريها من بره. فبصراحة أداء مصطفى شوبير مع النادي الأهلي لحد الآن أداء كويس جدا، ويبشر إن في حارس قوي جدا جاي النادي الأهلي في الفترة الجاية هيكون بديل قوي لمحمد الشناوي إن شاء الله. شفنا النهاردة محمود متولي بيبدأ اللقاء، كان حاجة كويسة جدا، اللاعب عنده كورته حلوة بيقدر ينقل الكورة وعنده هدوء كده، وقع طبعا الأرض رعب الناس كلها اللي هو يعني الناس خايفة يكون في إصابة، ولكن التبديل اللي حصل ده بنسبة 100% إن شاء الله هيكون تبديل بس تأمين ليه، علشان حتى يبدأ ياخد ناس تانية تاخد فرص زي بدري بانون اللي بنجهزه للفترة الجاية. بدري برضه غايب بقاله 4 5 شهور، شفنا منه ميس باس أو 2 في المباراة، ولكن ده طبيعي لأن اللاعب بقاله فترة بعيد عن المباريات فبيرجع الفورمة واحدة واحدة. ولكن اللي ما يتسكتش عليه النهارده هو محمد هاني ورامي ربيعه. رامي ربيعه في بناء الكره عالمي، بيلعب طوليات كويسه جدا، شفنا منها الاسيست بتاع حسين الشحات، ولكن في بعض الكور في المواقف الدفاعيه سيء. محمد هاني كان بيلعب باك رايت سيء، خلاه دخل بقى قلب دفاع عشان النادي الاهلي يرقع بيه المنطقه دي، كمان بيعمل كوارث. تلاقي النهارده المهاجم بياخده يلفيبه الكرة، هو اخر واحد في الملعب بيقلب في الهواء كده والكرة اللي هي جت جون. بصراحة اداء محمد هاني ما يقعدوش في النادي الاهلي تاني ولا يخليه يعدي جنب سور النادي الاهلي اصلا. يعني المفروض اول ما اللعيبة بتاعتك تبقى جاهزة محمد هاني ياخد شنطة هدومه هو ومحمود وحيد ويشوفوا لهم بقى حتة تانية يروحوا يلعبوا فيها، لان مستواهم لا يصلح للنادي الاهلي. حسين الشحات برضه مستواه سيء جدا باستثناء الجون اللي هو جابه، ولكن هو اداؤه وحش اصلا بقاله فترة، وما ينفعش الموضوع ده في النادي الاهلي في الفترة الحالية. احمد عبد القادر الماتش التاني على التوالي برضه بيسجل اهداف كويسه، ولكن فورمته قلت عن الاول، بقى حاليا برضه مستواه مش كويس زي الاول، لازم يراجع نفسه ويرجع تاني بسرعه ويلحق نفسه قبل ما يروح في سكه حسين الشحات اللي هو ما عادش عارف يرجع منها دي. ولكن اجمالا كانت مباراه النادي الاهلي كويسه جدا النهارده، النادي الاهلي عمل مباراه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله يكون برضه الجاهزيه على اعلى ما يمكن لمباراه الزمالك الجايه، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. سلام.